أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الباحث والأكاديمي الأردني الدكتور رياض ياسين. تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد. كن في دمي، فالجراح الآن تتسع، وأيقظ الحزن فالأعراب قد هجعوا، لعل بالجزع موجوعا يسامرنا، وللمصائب عند الملتقى متع. كن في دمي يا حبيب الله، يا وطني، يا من إليه بطهر الروح أرتفع. أليس فينا حواريون تسألهم، أم أن هذه وجوه كلها خدع؟ نحن الجياع العراة الظامئون، ولو تناهشنا طوال العمر ما شبعوا. في كل شبر لنا شلو ممزعة، وفوق كل بساط أكبد صدع. ليل العراق طويل يا لوحشته، وفي مساحته الأحزان تجتمع. لمن ستشكو إذا ما كنت يوسفنا، ولا أب لك قد يدي به الجزع. كدنا لك الموت إن تسلم، فلامرأة تقضي بسبع عجاف حين لا تقع. جوع وبرد وآلام محاصرة، وأنت بالصبر والإيمان تدرع. يا نخلة في عراق الله صامدة، ولم تزل في سماء المجد ترتفع. لك الخلود وإن ضجت مدافعهم، وإن هم بجيوش الحقد قد دفعوا. أعيادهم من لحوم الناس قد عجنت، وبالسكاكين من أكبادنا قطعوا. عدوا على الشعب كي يجتث من زمن، والشعب كالنخل في النهرين منزرع. يا نخلة في عراق الله ما ركعت، لمن ترى بعدك الأعراب قد ركعوا. قد لطخوا في وحول الطين سعفتنا، وبخسونا فذي أجسادنا سلع. إنا لنشرب من أنهارنا كدرا، ويشربون زلالا كلما جرعوا. يذبحون صغارا من عدالتهم، إن العدالة باست كف من وضعوا. والعالم اليوم شرطي يسيره، وليس عن غيه المجنون يرتدع. يقضي بما شاء لا قانون يحكمه، ومن يحاسب أسيادا بما شرعوا. قد صحت في زمن الخذلان يا وطني، فظيعة مخيفة وفظيع فيك ما صنعوا. فلم يجب وطني إذ إنه وجعي، وإنه وطن لو ينطق الوجع. تحز منا رقاب ملأ أعيننا، ولا يحرك فينا المشهد البشع. يا من رأى جثث الأطفال قد نثرت، والعين مطفأة والروح تصطرع. يد هنا وهنا قلب، وأوردة هناك، والصدر والأحشاء والمزع. قتل وسفك وتدمير، وأنظمة مسعورة، وذئاب ملؤها جشع. والأجنبي له والكلب أمنهما، وأمننا خاف منه الخوف والفزع. أصيح بالعرب يا قومي لقد طفحت، ويسمعون لو أن الصخر يستمع. والله يخشع لو ناديته جزعا، وسوف يهلع من صوتي وينصدع. لمن خناجرنا في صدرنا غرست، وفيما نحن إلى أعدائنا تبع. يا ربي تاه فؤادي هل أرى وطني، يوما قريبا على اسم الله يجتمع. هي العروبة والإسلام يجمعنا، وليس تجمعنا الأهواء والشيع. بعد هذه الجولة في رحاب القصيد، الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي.
أسعد الله أوقاتكم، معكم الكاتبة والفنانة التشكيلية حنين نصار. في البداية شكر كبير على هذه الاستضافة الجميلة. أنا معكم اليوم من أجل أن أحدثكم عن روايتي الموسومة بعنوان لعنة الصفر. الرواية أمامكم تحمل الحديث عن فكرة نفسية، تستعرض الحديث عن الشخصية البطل المحورية، وهي شخصية البطل عمر. هذا البطل يحاول أن يخرج ويتمرد عن الوضع الذي وجد نفسه مجبراً أن يكون فيه. طبعاً يمر بعدة مواقف كثيرة وعدة صعوبات من أجل أن يخرج من هذه المواقف، من بينها أنه وجد نفسه مجبراً على الإقامة في مصحة نفسية بعد أن توفي والداه حرقاً في أمام عينيه. طبعاً قام أخواه الكبيران بوضعه في هذه المصحة النفسية، فأصبح يشعر بالكثير من الخذلان والكثير من الشعور بالدونية، خاصة بأن هذه المشاعر كانت أصلاً متجذرة لديه في السابق. يعاني البطل من أجل أن يحقق حريته. طبعاً البطل اسمه عمر، والعنوان أو اسم هذه الشخصية يشير إلى رغبته في تحقيق العمر والحياة الفضلة التي يسعى إليها. طبعاً الرواية تأخذكم إلى الكثير من الأحداث والمجريات لتنتهي بنهاية صادمة، يعني تخرجون بها إلى أهمية عدم الحكم على الشخصيات من النظرة الأولى ومن التعامل الأول. يعني كثيراً ما نجد شخصيات ونحكم عليها من النظرة الأولى بأنها شخصية مثلاً طيبة أو بأنها شخصية سيئة بمنظورنا، لكن الرواية تضعنا أمام التفكير العميق والحذر من أجل يعني وضع صورة عامة للشخصيات التي نتعامل معها. وشكراً لكم وشكراً لاستماعكم، أتمنى لكم قراءة شائقة وماتعة. الخط العربي هذا الفن الجميل أبدع فيه بعض الخطاطين وقدموا لنا نماذج جميلة أدهشتنا، كانت له مساحة طيبة في حلقة هذا اليوم. أسعد الله أوقاتكم جميعا. في هذه الحلقة سوف أتناول درويش، ودرويشنا أحد أو شكل في الشعر العربي المعاصر أحد محطات الثقافة. وهنا للأمانة أريد أن أقول شيئا، علي الوردي الكاتب العراقي المعروف قال أن الثقافة العربية والفكر العربي فكر دائري، والفكر الغربي يسير بخط مستقيم. ما معنى هذا الكلام؟ للآن نحن في 2024، إذا صادفتنا أي مشكلة قبل 1000 سنة نعود إلى التاريخ، وهذا نتمنى أن نتجاوز ونتخطى هذه المرحلة الفكرية ليكون تفكيرنا وتاريخنا يسير بخط أفقي مرتفع قليلا وليس بشكل دائري. لا نريد أن نحتكم إلى الماضي فيما يتعلق أيهما أحق بالخلافة، ألف أم باء، أم باء أم ألف. هذه قضية شائكة، بس أردت أن هنا أريد أن أقول شيء لدرويش. يقول في إحدى قصائده الرائعة: ولي ماض أراه الآن يولد من غيابك. طبعا درويش يتحدث عن الماضي يقول الآن ولي ماض أراه الآن يولد من غيابك في المستقبل. طبعا هذا الحكي ما نتمنى على الكيان الغاصب اللي هي الدولة، أن المستقبل للشعب الفلسطيني من خلال غياب إسرائيل. وأنا سوف أكتب النص: ولي ماض أراه الآن يولد من غيابك. لنبدأ. ولي ماض
أراه. الآن يولد من غيابك، اللي هي مقصود فيها يمكن سواء على الناحية الشخصية أو على الناحية الأكبر من الشخصية، اللي هي الفكر الديني أو الفكر السياسي للكيان الغاصب، لأنه يدعي زورا أن الله قد وهب هذه الأرض المقدسة لبني إسرائيل، وكأن الله سبحانه وتعالى تاجر أراضي أو سمسارا لكي يعطي إسرائيل هذه الأرض أو تلك الأرض. هذا النص. ولماض أراه الآن يولد من غيابك، حتى كلمة الميم ألف هنا ماض، أجت الدليل العمق التاريخي للماضي اللي موجود في تلك المنطقة ابتداء من الكنعانيين والفينيقيين وكل الشعوب التي سكنت تلك البقعة الطاهرة من الأرض. يولد من غيابك، الغياب أنت غيابك اللي هي قضية الزوال، ويمكن مقصود هي كمان الغياب لأنه الناس الذين حضروا إلى فلسطين من أوكرانيا ومن بولونيا اللي هي بولندا وارسو ومن أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية، هذا الشتات الذي جاء يجب أن يغيب ويعود إلى من حيث أتى. نتمنى أن نرى هذا الكلام في القريب العاجل، وأن تتحقق تلك الأمنية للوصول إلى هدوء وسلام على الكوكب، لأنني شخصيا أصر وأؤكد أن بذرة الشر من هذا العرق المسمى بالصهيونية أو اليهودية، فأتمنى في يوم من الأيام أن يتم غيابهم أو تحجيمهم لكي ينعم الكوكب بالسلام والأمان الذي نطمح إليه جميعا. أشكركم وإلى اللقاء. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الباحث والأكاديمي الأردني الدكتور رياض ياسين، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا ضيفا على فضاءات وعلى قناة الرافدين. يا مرحبا. شكرا لكم ولفضاءات ولقناة الرافدين. حياك الله دكتور. يا مرحبا. حضرتك كما معروف مختص في الدراسات التاريخية، ولديك كتاب بعنوان تاريخ القدس السياسي والحضاري. نعم. صدر عام 2012 في عمان. نعم. بدي أن نسلط الضوء على الجوانب التي ركز عليها هذا الكتاب من تاريخ القدس السياسي والحضاري. شكرا على السؤال وعلى الاستضافة. في الحقيقة القدس ما هو الأفئدة؟ نعم. من يكتب عن القدس يدرك عظمة هذه المدينة وعظمة تاريخنا أيضا العربي الإسلامي وجذورنا في هذه المنطقة. نعم. مدينة القدس الحقيقة ألف فيها الكثير من الدراسات، ولكن أغلب الدراسات كانت ذات طابع سياسي، لكن قلما يلتفت الباحثون إلى الجوانب الحضارية. وعندما أتحدث عن الجوانب الحضارية أنا أتحدث عن عشرات الأمم التي جاءت إلى المدينة منذ ربما الظرف الذي تمر به فلسطين والقدس. نعم. نعم. تحت احتلال صهيوني همجي ربما يدفع الباحثين إلى أو المؤرخين إلى هذا الجانب، الجانب السياسي. صحيح. هذا يزيد أيضا من الاهتمام بتاريخ المدينة والدراسات حول المدينة، لأنه نحن في صراع الآن. ونحن في فترة ما يمكن أن يسمى تقرير مصير، والحفاظ على الحق لا يكون دائما بالقوة المادية، ربما يكون أيضا بوجود الوثيقة. الوثيقة أعتقد أنها من الأهمية بما كان أن تبقى، والكتب هي بالنهاية بعد فترة معينة ستكون بمثابة وثائق أو مصادر أساسية يرتكن إليها.
أنا ما كتبته في الحقيقة في تاريخ القدس السياسي والحضاري كان يهتم أكثر بإبراز الإنجازات التي تحتفي بها مدينة القدس وتحتفي بها فلسطين، ويدل ذلك على التنوع الهائل الذي تكتنزه هذه المدينة من تراث معماري، من تراث آثاري، من تراث ديني، من تنوع ديموغرافي أنتروبولوجي بهذه المدينة. ولذلك أعتقد بأنه يجب أن يلتفت الباحثون إلى الجوانب غير السياسية، لأنه سهولة التعاطي مع الموضوع السياسي كونه معلومات السياسية سهلة الحصول عليها وموجودة دائما. طيب ما المحطات الحضارية اللي حضرتك يعني انفردت فيها في يعني تسليط الضوء على تاريخ المدينة؟ نعم، يعني تاريخ المدينة هو يبدأ من وجود أول مجتمع مستقر في مدينة القدس. نحن لا نتحدث عن العصور السحيقة للوجود البشري، نحن نتحدث عن الوجود الحضاري. وثم تفرق بين وجود المجتمعات الاستيطانية ووجود المجتمعات الحضارية، موضوعان مختلفان تماما يعني. وإذا كنا بنحكي على الفكرة الاستيطانية بفلسطين كونها كانت من أقدم المناطق في الشرق، نحكي على 8000 قبل الميلاد. إذا بدنا نحكي عن الوجود الحضاري المرتبط بالكنعانيين كان بالألف الرابع قبل الميلاد، فإحنا من الآن بنحكي على 6000 سنة مضت على وجود أول تجمع حضاري حقيقي داخل أرض فلسطين. وهذا التجمع الحضاري فرض نفسه من نواحي الاستقرار، الزراعة بشكل أساسي، من نواحي العمران كانت في برضو، من نواحي أيضا الثقافية، لأنه نقلت الثقافة السامية من الجزيرة العربية عن طريق الكنعانيين والأموريين إلى بلاد الشام ككل، وتبين أنه هذه المجتمعات كانت مجتمعات راقية، مجتمعات منظمة، مجتمعات زراعية لأنها، ولديها كثير من الإنجازات، سواء كانت إنجازات العمرانية، سواء كانت إنجازات الثقافية أيضا، الكتابات الجميلة، الأشعار، الزخارف، الخطوط إلى آخره. واستمر طبعا الزخم الحضاري في فلسطين نتيجة طبعا وجود أمم أخرى، يعني رغم أنه أحيانا الغالي يدفع ثمن، يعني هذه أرض غالية يدفع ثمن على مدى تاريخها، طبعا من الوجود الكنعاني للوجود الأموري للوجود فيما بعد بين قوسين بني إسرائيل إذا بدك في فترة قصيرة من عمر المدينة، وبعدين الأشوريين والبابليين والفرس واليونان والرومان والعرب. جميل. دكتور المسلمين حضرتك أيضا أصدرت كتابا آخر في أيضا يختص بتاريخ هذه المدينة، الكتاب حمل عنوان التكوين السياسي والتاريخي لمدينة القدس. حقيقة أنا ركزت على هذا الجانب، لحضرتك أغلب الدراسات صحيح لديك التاريخية أخذت مساحة واسعة فيما يخص القدس وفلسطين وهذا الوطن السليم. هذا الكتاب صدر في بيروت، الذي هو التكوين السياسي والتاريخي لمدينة القدس، صدر في بيروت عام 2020. حقيقة يعني هناك من يقرأ هذا الكتاب يشعر أنه لديك تنبؤ بزوال هذا الاحتلال، احتلال الصهيوني القدس. إلى أي مدى يمكن أن يعني يمكن لهذا الكتاب أن يكون وثيقة تفند الرواية الصهيونية في عائدية القدس؟ هذا يعني سؤال ذكر وصعب شوي. المسألة مرتبطة بأنه لا يمكن أن ننظر إلى الغد دون العودة إلى الماضي، ونحن الآن أبناء الماضي على فكرة. صح موجودين بالحاضر بس إحنا أبناء امبارح. أنا شايف أنه الاحتلال إلى زوال من وجهة نظري، لأنه هذا الاحتلال ليس قائما بذاته، يعني الكيان الإسرائيلي الحالي الموجود داخل أرض فلسطين ليس قائما بذاته، وإنما هو امتداد لدول كبرى من أيام تأسيسه. يعني كان تأسس برعاية بريطانية أو بتبني كامل للبريطانيين، الآن هو يعرف بأنه هو جزء من الأمريكا، يعني أمريكا الإسرائيلية بهذا المعنى يعني إذا بدك. ولذلك أنا أرى بأنه حتى العالم هو العالم متحرك بالنسبة للتغيرات والتوازنات، يعني لا يوجد هناك إمكانية لفكرة الحتمية التي كانت تحدث عنها فرانسيس فوكوياما بداية التسعينات من القرن نهاية القرن العشرين، يعني لما حكى نهاية البشر وأمريكا خاتم العالم وما يشابه ذلك، وبعدين الأصداء اللي طلعت فيما بعد الكتب اللي ردت على فوكوياما، يعني صموئيل هانتينغتون في كتابه صراع الحضارات اللي أسس للمدرسة اللي تحكي أنه لا، هناك قوة صاعدة ستطغى على أمريكا، هناك قوة ستهزم أمريكا، وكان يقصد بدرجة أساسية الصين والإسلام الصاعد اللي ممكن بأي لحظة أنه يبعث، لطالما جذوره موجودة. ولذلك
بعتقد أنه الدول الكبرى اللي بتبنى وجود إسرائيل إذا ما تضعضعت وإذا ما ضعفت، أعتقد بأن هذا الكيان الهش لن يكون بمأمن ولا بمنأى عن السقوط في أي لحظة. هذا هو ما دفعني حقيقة إلى التنبؤ به. جميل، هذا الكتاب حاز على جائزة زهرة المدائن للإبداع كأفضل كتاب عن تاريخ القدس عام 2021. صحيح. يعني بدي نطلع من خلالك ما المؤسسة التي تبنت هذه الجائزة وما المعايير التي اعتمدت لتقييم إنه هذا الكتاب كأفضل كتاب؟ يا سيدي، أولا الجوائز كما قلنا هي يا ما بتكون جائزة مادية أو جائزة معنوية. بالحقيقة أنا لم أكتب لهذا المؤلف حتى أنال فيه الجائزة، يعني ولم أكن أعرف بأنه الكتاب سيقدم في يوم من الأيام إلى حصول على جائزة. نعم. لكن أحد الأصدقاء كان قد اطلع على الكتاب ووجد فيه جهدا كبيرا ووجد فيه تميزا واختلافا، ونصحني بأن أقدم الكتاب لجائزة في الخليج أولا. نعم. ولكن أنا صراحة يعني كنت متحفظ على هذا الأمر حتى لا يفهم أنه له أبعاد أخرى. نعم. من التأليف يعني. ولكن لما طرح أنه هناك هيئة مقدسية في القدس واسمها الملتقى المثقفين المقدسيين، يعني يعني واضح من الاسم أنه هذا الملتقى له علاقة مباشرة بالثقافة. وعندما استعلمت عن الأمر قيل بأنه هو ملتقى محترم ويكرم الأعمال الجيدة عن القدس ويحتفي بها، و لديه تقليد سنوي أنه كل سنة يحتفلوا بشخصية العام المقدسية، أنه كل الناس اللي عندهم إسهامات كبيرة. يعني في الدورة اللي أنا حصلت فيها بال2021 على جائزة أفضل كتاب عن القدس، نال دكتور وليد سيف كأفضل شخصية ثقافية بهذاك العام. فهذا زاد على فكرة من قيمة الجائزة عندي، وزاد اعتراف ملتقى مثل هذا الملتقى، وهو ملتقى بالمناسبة يعني فلسطيني تابع للمنظمة التحرير ومختص بما يصدر عن القدس. يعني هو يمنح، لا يمنح فقط جائزة عن كتب، هو ممكن يمنح جائزة عن مسرحية، عن ديوان شعر ممكن مثلا. ولذلك أنا أحيي مثل هذه الجهود اللي فعلا ترفع من قيمة الباحثين وبتأسس لشيء أنه العمل الجيد بالنهاية يمكن أن يكافأ سواء يعني هذا الكتاب تميز عن الكتب الأخرى بكثرة المصادر والوثائق. نعم. التي اعتمدت فيه. صحيح. نعم. هذا الجزء الآخر من ناهيك عن موضوع التنوع الهائل في المصادر، التوثيق الدقيق للكتب والمصادر، النظرة الحيادية في هذا الكتاب. نعم. التي أخذت منحة علمي صرف بدون وجود إسقاطات أيديولوجية أو بدون وجود نظرة مسبقة أو انحياز أو الالتفاف على الحقائق. على هل يستطيع الكاتب أن ينسلخ من هذه الإسقاطات الأيديولوجية؟ يعني بعتقد مهمة صعبة. نعم. كمان يدخل حق الألغام يعني. كتاب آخر وبحث آخر لديك هو القدس في مؤلفات الأردنيين. وديان. نعم. يعني معروف أنه هناك كتابات سردية كثيرة عن القدس. صحيح. هناك قصائد، أعمال كثيرة مسرحية عن القدس، فن تشكيلي. هذا الكتاب يعني ما المساحة الأكبر فيه، كانت للسرد أم للشعر؟ والله هو متنوع. نعم. يعني كان في محاولة لرصد، يعني أنا لم أدخل في تفاصيل الكتب، تعرف يعني إحنا هي محاولة لدراسة سيرفيينج ستاديز، يعني إنه بتجيب المؤلفات كلياتها وبتكتب. نعم. يعني وبتوثق أنت سنوات، يعني مثلا ديوان شعر صدر في سنة كذا عن المدينة، ديوان شعر. نعم. كذا كذا. أنا قسمته إلى حقول. نعم. يعني الحقل الأدبي لحاله، حتى الحقل الفني كمان تناولته بهذا الجانب، الحقل السياسي، الحقل التاريخي، أهم الكتب اللي صدرت، أهم الوثائق، حتى في الصحف يعني الصحافات اللي ولذلك أنا أرى أنه نظرة الشاملة مهمة جدا في موضوع التوثيق. نعم. يعني قد أقوم بتوثيق مدينة مثلا من زوايا معينة، ولكن أن تقوم بتوثيق المدينة بكل كنوزها. نعم. هذا موضوع شوية صعب وما كان سهل طبعا، أنك لأنه بدك تلم بكل الحقول. نعم. ومثل ما يعني تحدثنا يوما ما أنه من الصعب بمكان أن توقف عجلة التأليف لمدينة هي بالأساس. نعم. تمثل ضمير ورمز وجوهرة. نعم. لكل وجدان عربي ومسلم. ولذلك بتوقع اليوم مثلا الكتب 2000 كتاب
يمكن بعد سنة يصيروا 3000 ممكن كتاب. لأن هي محفز دائم للإبداع لأنه هو بالضبط. جرح وتأريخ بالضبط نعم. هي هاي النواحي. جميل. في مؤتمر الإعلام والواقع الفلسطيني الذي عقد قبل سنوات في عمان طرحت بحثا أخذ عنوان القدس في الموسوعات الإنجليزية. نعم. مدي أن نعرف ماذا يقول الإنجليز عن القدس. الإنجليز هم أصحاب المشروع الأساسي في تأسيس الوطن القومي لليهود في فلسطين. نعم. ولا لن يعني لا أتوقع أن ينصفوا الموضوع الفلسطيني نعم. بأي حال. وهم ساعدوا في تمرير الرواية نعم. الصهيونية بأنه هذه الأرض كانت أرض خالية من الناس وأنه هاي الوجود اليهودي وجود نعم. مستحق داخل فلسطين وعلى العرب وعلى العالم كلهم أن يعترف بحقية اليهود في وجود فلسطين نظرا لنظرية الحق التاريخي التي كان يتبناها كثير من الساسة الإنجليز وما زال يتبنونها والآن انعكست في الأوساط البروتستانتية الأمريكية أنه It's a must to create إسرائيل لازم يكون في دولة إسرائيل نعم. طبعا انطلاقا من العقيدة الدينية البروتستانتية ولذلك أنا أرى بأنه الإنجليز في حتى الموسوعات الآن وحتى في الويب سايت إذا بدك يعني إذا بدي أشتغل مستقبلا أنا نعم. ما بدي أشتغل على الموسوعات الورقية بدي أشتغل على الويب سايت الإلكترونية وإذا بتلاحظ أول جملة ممكن تلاقيها في أي موسوعة نعم. تحت عنوان جيروسالم مثلا جيروسالم is the capital of Israel هذه كانت تصادفني في كل الموسوعات أنا اشتغلت على 25 موسوعة مكتوبة فتناولت مادة القدس فيهم حتى الموسوعة الإسلامية اللي بسموه Encyclopedia of Islam نعم. لم تنصف مدينة القدس وأول جملة مثل نعم. ما بحكي لحضرتك دائما جيروسالم What is Jerusalem? Jerusalem is the capital of Israel. نعم. عاصمة إسرائيل. عاصمة إسرائيل. نعم. هذا إشكالي جدا نعم. على فكرة. حتى في المحركات البحث. يعني في جوجل وفي المحركات البحث الكبيرة ما زلنا بنعاني من نفس المشكلة. نعم. وهي ثقافة الموسوعة اللي كانت منحازة تماما لهذا المشروع. نعم. انتقلت إلى الأشياء الإلكترونية. نعم الآن. هذا بيرتب علينا. خرائط جوجل. تكتب على فلسطين إسرائيل. إسرائيل وهذا شيء مؤسف. للأسف يعني المؤسسات الدول المعنية ب إثبات الحق للعرب تقر بذلك يعني الآن أو تقع يعني لم تقر كأنه أمر وهي يعني غضت النظر أو أنه عادت غير مهتمة غير مكترثة وهذا طبعا هذا أخطر شيء نعم هذا خطير جدا هذا أخطر شيء يعني أنا في أحد الدول العربية يعني مررت بمدينة قديمة عريقة قرأت يعني هذه مقبرة تقريبا يعني مقابر اليهود موجودة في أغلب المدن العربية يعني كانوا يعيشون قبل نزوح إلى هذا الكيان البغيض نعم. أنه كانوا موجودين عايشين مع ضمن تشكيلات ومكونات المجتمعات العربية صحيح. والإسلامية أنه كانت تسمى مقبرة اليهود نعم. الآن استبدلوا مقبرة اليهود تكتب مقبرة إسرائيلية هذا أخطر والدولة رسميا أقرت هذا معنى اعتراف رسمي بالدولة طيب لم تكن إسرائيل موجودة. في تلك الفترة عندما أنشئت هذا المقبرة كيف تسمى مقبرة إسرائيل هناك تواطؤ بدي أن يعني أيضا نطلع أنه كتب اليهود ماذا تقول عن القدس يعني ماذا يقولوا عن علاقتهم بهذه المدينة والله أيضا هذا من الأشياء اللي حقيقة أنا ضمن الموسوعات حتى في, نعم. في الموسوعة اليهودية برضو عندك 16 مجلد تقريبا إذا بترجع لهذا الأدب الموجود فيها طبعا هو بيرسخ وجهة النظر اللي بيحكوا فيها هم باستمرار إنه هذه الأرض هي أرض الأجداد وأرض الآباء وإنه هاي الأرض كانت يعني وبسموا الوجود حتى العربي نعم. الإسلامي وجود طارئ واحتلالي للمدينة يعني كيف إحنا بنسمي نعم. الاحتلال الحالي إنه يعني احتلال طارئ إحنا بنشوفها نكبة يوم بيشوفوها نعم. استقلال نعم. إحنا يعني بنحي نذكر النكبة يوم نعم. بيحتفلوا بعيد الاستقلال نشوف المفارقة نعم. بالموضوعين ولذلك كل واحد بيكتب من زاويته هلا هم بالنسبة لهم الأرض الفلسطينية هي أرض الأباء والأجداد نعم. بالتعريف وهم أكثر شعب يستحق أن يعيش في هاي الأرض المقدسة نعم معذرة دكتور سنكم بعد الفاصل معذرة فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا
أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الباحث والأكاديمي الأردني الدكتور رياض ياسين. أعود إليك دكتور رياض، كنت سألتك قبل الفاصل عن ماذا تقول كتب اليهود عن علاقتهم بالقدس، وأنت أكدت أنه يقولون أنه هذه أرض الأجداد والعرب طارئون عليها. صحيح. الكتب والبحوث التي تناولت تاريخ القدس، هل يمكن الاستفادة منها كوثائق تاريخية لدعم الحق العربي الفلسطيني وتفريد خرافات اليهود في المحافل الدولية؟ نعم، يعني الكتب هي تبقى مصادر أساسية في الحقيقة. نعم. وأن الآن العالم كله بدأ يتجه نحو محركات البحث ونحو المواقع الإلكترونية. نعم. والمواقع الإخبارية على فكرة، يعني لا نقل، يعني بالفترات الماضية كانت الكتب والصحف هي الأساس بالنسبة للكتابات والأبحاث. نعم. بالإضافة للوثائق الرسمية اللي احنا بنعرفها والروايات الشفوية لمن عاصروا الأحداث. الآن احنا بنحكي على المصادر تعددت وأصبح هناك مصادر جديدة. نعم. مرتبطة بالفضاء الإلكتروني. نعم. وحتى كثير من الكتب الآن تحولت إلى بي دي اف على مواقع عديدة، يعني بإمكانك. نعم. مطالعتها من خلال الشبكة العنكبوتية. الآن ما كتب عن القدس في الحقيقة باللغة العربية. نعم. الكثير وفي مادة جيدة، لكن أنا بنظري كباحث جزء كثير منها ما كانش بالمستوى المطلوب من ناحية علمية، أنا بحكي توثيقيا يعني. ولذلك أنا من دعاة أنه لا نكتب في خاصة مثل هاي الموضوعات التي فيها إشكالات سياسية. نعم. لا نكتب إلا بوثيقة، لا نكتب إلا كتابا علميا. لأنه مثل ما تفضلت حضرتك أنه المعركة بتفرض علي أني أنا أكون بالضبط جاد في مسألة معالجة تاريخ المدينة أو النواحي الحضارية المرتبطة فيها. نعم. يعني هي مختلفة الآن يعني، ولذلك حتى لو صار في فكرة تفاوض في. نعم. بعد إذا لم يكن هناك وثائق أبرزها أنا أمام الخصم، أمام الطرف الآخر، أمام جهات محايدة، كيف سأطالب بحقي؟ ولذلك أنا أرى بأن الوثائق مهمة جدا. الكتب كانت وستبقى أعتقد ولا بديل عن الكتابة، لأنه. نعم. بتعرف أنت العالم كله لما اخترعت الكتابة في 1400 في سومر تغير العالم من مرحلة ما قبل التاريخ إلى مرحلة التاريخ، إلى مرحلة. نعم. التدوين، إلى مرحلة حضور الإنسان بهذا المعنى، إثبات حقه، إثبات وجوده، حضارته. يعني لو ما في كتابة ما في حضارة. نعم. لأنه كيف إحنا وكيف وصلنا كل ما هو كان بالأمس؟ من خلال الكتابة، لأن الصدور تموت، الناس يموتون. ولذلك طيب الوفود التي تتفاوض من أجل حق العرب في فلسطين. نعم. لماذا لا تبرز هذه الكتب؟ نعم. كوثيقة إدانة للمقابل. نعم. وإثبات الحق. يعني هناك كتب كتبت قبل أن تؤسس. صحيح. يؤسس الكيان الصهيوني. وهناك كتب يعني صدرت بعد يعني فترة وجيزة من تأسيس. صحيح. هذا الكيان كانت تتحدث عن أسماء المدن التي الآن غيروها. سنت. من أسماء عربية إلى أسماء يهودية أو عبرية. صحيح. يعني هذه الكتب لماذا الوفود؟ يعني هل هي يعني متواطئة؟ هل هي غافلة عن هذا الأمر؟ لماذا لا تصحب مع هذه يعني الكتب والإصدارات التي تتناول في أقل تقدير أسماء المدن العربية؟ صحيح. نعم. يعني هذا أيضا جزء مهم من المعركة، الوعي. نعم. بالقضية هو جزء من المعركة، والمفاوض بشكل أساسي يجب أن يكون مسلحا بكل هذا الوعي على فكرة. الإشكالية الأكبر أنه الطرف الآخر لديه أيضا. نعم. كتاباته. يعني نحن الآن أمام يعني مواجهة كمان فكرية أو. نعم. مواجهة وعي إذا بدك، لكن يجب أن يكون المصدر موجودا، يجب أن تكون الوثيقة موجودة. يعني أنا بتذكر في التسعينات أنه بدأوا يحكوا عن فلسطين التاريخية. نعم. بداية التفاوض واصطدمنا بجهة أنه صرنا نفتش على خرائط لها علاقة بفلسطين التاريخية الانتدابية اللي فترة 1920 إلى 1948 فترة البريطانية في. نعم. فلسطين كان في صعوبة في الحصول على خرائط، تخيل. نعم. طبعا نتيجة أنه الاحتلال لما دخلوا على أرض فلسطين جزء كبير من التراث الفلسطيني. نعم. تعرف يا أتلف يا أحرق يا أما هرب أو سرق أو. طيب المتحف العثماني ألا توجد فيه خرائط؟ أكيد موجود فيه. نعم. لكن لا يمكن الحصول عليها؟ هلأ بجوز في صعوبة في موضوع طلب الوثائق. نعم. يعني ليس من السهولة أن يعني خاصة هلأ ما هي الوثائق أنواع. نعم. هلأ الوثائق السياسية لها إجراءات طويلة. في الوثائق البحثية والعلمية بسهولة ممكن تحصل عليها. هلأ في وثائق إذا مر عليها 100 سنة ممكن أنك تطلبها بشكل عادي بسيط.
الوثائق اللي أقل من 100 سنة تتحفظ عليها الدول. نعم. طبعا أنت عارف لأنه لسه بيكون الفاعلين السياسيين ما زالوا موجودين على قيد الحياة. ما زال العملاء. نعم. يعني مثل ما حصل. يعني مثل ما حصل بالنسبة للمؤرخين الجدد في إسرائيل. نعم. الذين أعادوا كتابة تاريخ إسرائيل في 48. نعم. عندما أعادوا العرب إلى السكة أنه نقضوا الرواية الصهيونية التي كانت تتحدث عن أنهم دخلوا نزهة على أرض فلسطين ولم يقتلوا ولم يرهبوا ولا آخره. نعم. عاد المؤرخون الإسرائيليون بناء على أنه الأرشيف الإسرائيلي أفرج عن كثير من الوثائق اللي علاقة بحرب 48. نعم. أعادوا قراءة الفترة هاي وأثبتوا أنه حدث هناك تدمير للمدن الفلسطينية، حدث هناك تدمير للبنية البشرية. نعم. تهجير قسري، اعتداءات، إرهاب. ولذلك أنا أرى بأنه يعني الوثائق يجب أن تكون موجودة حتى لو المفاوض لم يطلع عليها. جميل. يعني حضرتك اشتغلت كثيرا على تاريخ القدس القديم، ومن يشتغل على تاريخ القدس القديم يعني بحثا لابد أن يمر على السبي البابلي وتعاون. نعم. اليهود مع الفرس لتدمير بابل ثأرا من البابليين الذين صحيح يعني سبوا اليهود واحتلوا هذه المناطق وبنوا طبعا وسعوا. نعم. نفوذهم إلى هذه المدن. يعني بودي أن يعني من خلال المرور على هذا الجانب من التاريخ. نعم. بودي أن أسلط الضوء على كيف كان التعاون بين الفرس واليهود على تدمير بابل. وأنا أرى وكثير من الذين يتابعون الآن مع وجود ظاهر الشيء انه خلاف بين الكيان الصهيوني وبين النظام الديني الايديولوجي الان اللي موجود في 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 طهران. نعم. انه ظاهر الشيء خلاف، لكن عندما تقرا النتائج على الارض هم داعمون لبعضهم. انا بجاوبك بكلمه واحده. نعم. السياسه ما لها دين. نعم. يعني السياسه بتمشي وراء المصلحه. صديقي اليوم عدو الامس. اي نعم. هاي ان عبره بالدول الاوروبيه. الحرب. نعم. العالمية الثانية 60 مليون قتيل راح. ألمانيا كانت ضد فرنسا وبريطانيا. الآن سمن وعسل، وحدة واحدة وعملة واحدة. نعم. وحدود مشتركة ومشاريع. نعم. مشتركة وقلب سياسي واحد ضد القضايا العربية. نعم. كمان إذا. نعم. بدك هلأ السؤال اللي بنحكي فيه إحنا إنه يعني أنا بجاوب بهاي الناحية إنه. نعم. العلاقات السياسية متغيرة. هلأ هي بتكون مستندة طبعاً لأشياء لها علاقة بمثلاً أبعاد دينية أو. نعم. أبعاد مثلاً جغرافية أو أبعاد أيديولوجية معينة. هلأ بالتاريخ القديم واضح أنه ردة الفعل اللي صارت. نعم. التآمر الفارسي إذا بدك اليهودي على بابل كان مرده أنه العراق كانت دولة عظيمة في ظل وجود الحضارة هاي العظيمة البابلية. نعم. الحقيقة اللي كل البشرية طبعاً بتعترف فيها وبتقر فيها، وكانت بتنافس الحضارة الفرعونية. نعم. وكانت تنافس الحضارة الكنعانية. وكانت دولة عظمى يعني بابل لليوم مضرب. نعم. المثل بالحضارات. نعم. القديمة. ومن قبل بابل الأشور، يعني الأشوريين هم اللي بدأوا موضوع. نعم. الهجوم على أرض فلسطين. طبعا لغرض أنه هم مملكة قوية، توسيع المملكة. نعم. توسيع المملكة. نعم. و كل قوي يشرع لنفسه. نعم. أن يمتد، فهذا كان هو الأساس. يعني لا يوجد هناك أسباب أخرى غير الموضوع السياسي اللي احنا بنحكي عنه دائما، أنه الإمبراطوريات العظمى ما زالت بتوسع. نعم. نفوذها مثل الإمبراطوريات الحديثة. نعم. يعني لديها من المساحة والسكان. لماذا تصر؟ لماذا أنت تقر أنه التعاون مستمر لحد الآن؟ التعاون مستمر لأنه المصالح مشتركة. جميل. بالحقيقة الحرب على غزة بين روايتين، عنوان الندوة النقاشية التي عقدت في ملتقى أربد الثقافي شمال الأردن العام الماضي، وشاركت حضرتك ببحث حمل العنوان نفسه. نعم. يعني واضح يعني غزة بين روايتين. واضح العنوان يشير إلى الرواية الفلسطينية العربية الإسلامية. أحسنت. والرواية الصهيونية عن هذه الأحداث متقابلتين. نعم. والحرب. يعني من وجهة نظر تاريخية أي الروايتين سوف تستقر. على المدى البعيد في سفر التاريخ؟ أنا أعتقد بأنه يعني هذا أيضا من الأسئلة الصعبة. نعم. لكن أنا أجيب أنه دولة ظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة.
وأظن أنه هذا الاحتلال طارئ. نعم. وكل ما يحمله من مشروع هو طارئ، وكل ما يحمله من أفكار هي طارئة، وكل ما يحمله من رواية هي أيضا طارئة. نعم. الآن في ناس بالعالم بطلوا يرددوا الرواية الإسرائيلية على فكرة. نعم. أنه هاي دولة حمائم، وهاي أنه دولة ضحية، وهينا الحراك اللي شايفينه بالعالم بالجامعات. نعم. بأكد أن هؤلاء مجرمين. نعم، انقلاب وعي. انقلاب الوعي. نعم. هؤلاء مجرمين، هؤلاء معتدين. نعم. هؤلاء ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية. على فكرة، والجرائم ضد الإنسانية مش بس تقتل واحد، تمنع عنه الأكل، هاي جريمة ضد الإنسانية. تخيل. نعم. تقصف مكتبة، هاي جريمة ضد الإنسانية. نعم. تقتل مفكر. نعم. هذا جريمة ضد الإنسانية. تقتل عابد في المسجد، هذا جريمة ضد الإنسانية. تخيل. نعم. هذا رمزية للإنسانية. معبد. بالضبط. تمنع دواء، تمنع حليب، تمنع. نعم. هذه جرائم ضد الإنسانية حسب ميثاق روما. وكل هذه الجرائم ارتكبها هذا العدو. ارتكبه. لذلك أنا أرى بأنه هذا الكيان الهش، وإن نعم. بدأ أنه قوي، لكن نعم. هو نمر من ورق في الأخير. نعم. عارف كيف؟ لأنه مرتبط بالآخر. يعني نعم. أنت إذا أركنت للآخر، هذا الآخر سيخذلك يوم ما وسينقلب. نعم. عليك. يعني الآن حتى لهجة الإدارة الأمريكية بين الفينة والأخرى ربما تتغير. نعم. مع هذا الكيان. نعم. يعني في حرج هي. في بالضبط. يعني نعم. وهذا حراك الجامعات أنا بعتقد أنه يمكن من أهم التطورات اللي صارت على فكرة. نعم. يعني أنا بحكي بأمريكا حراكين صاروا مهمات. نعم. الطيار الأمريكي اللي أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية. نعم. وحراك الجامعات أعتقد بأنه أكبر قوة ضغط هذه ممكن تتشكل على الإدارة الأمريكية. واللي يمكن بعدين تكون تثبت شيء معين أنه. نعم. الرواية العربية هي الأكثر صدقا يعني من الرواية. الآن شخصيات دكتور، شخصيات كبيرة على مستوى الفن. نعم. أنه تتبنى مهاجمة هذا الكيان. نعم صحيح. وتسليط الضوء على جرائمه. طبعا. يعني وردني خبر قبل أيام، لا ندري مدى دقته، لكنه توزع على المواقع الإخبارية، وهو أنه الممثل والمخرج السينمائي الكبير ميل جيبسون الأمريكي يقول عن الصهاينة، يقول هم مقتنعون بأنهم زائلون، لذلك يدمرون كل ما يمرون به. أه. لأنهم هذا منطق، عارفون أنهم إلى زوال. طبعا تحدثنا قبل قليل حضرتك عن النكبة. نعم. عام 48، 15 أيار عام 48. صحيح. هو النكبة للفلسطين والعرب جميعا والمسلمين، وسميت النكبة بتأسيس هذا الكيان البغيض بحماية. صحيح. بريطانية. ثم تلتها النكسة عام 67 في 5 حزيران عام 67. أحسنت. النكبة احتل الكيان شمال فلسطين، في النكسة احتل كامل تراب فلسطين. أكمل. وأجزاء من الدول العربية. نعم صحيح. المجاورة. فقط نكبة ونكسة واحدة، لكن الآن نكبات ونكسات متتالية. هذه يعني صارت تتوالى في العراق وفي الشام وفي اليمن. صحيح. وفي لبنان وفي السودان وفي ليبيا وكل الساحة العربية، حتى المدن التي الآن تنعم باستقرار هو استقرار يعني هش ومرحلي. يعني دول الخليج الآن وجود يعني هذه الفصائل الضالة في اليمن، ما يسمى المقاومة الإسلامية الحوثية، ميليشيات الآن أقلقت الدول الخليج التي طبعًا كانت تحسد على استقرارها. طبعًا طبعًا. والبناء والحضارة والرقي والازدهار، الآن عايشة حالة قلق وغير قادرة على استئصال هذا الورم السرطاني، وطبعا هو محمي. صحيح. دوليا. إلى أي مدى أخذت هذه النكبات والنكسات من استحقاق فلسطين في كتب البحث التاريخي؟ يعني هو أيضا ما جرى في الدول العربية أيضا لا يقل صراحة. نعم. في بشاعته وفي يعني همجيته عن ما جرى في فلسطين. نعم. واللي حدث في الدول العربية، الفتن الداخلية. نعم. والاقتتال الداخلي هذا أيضا خطير للغاية. لأنه بظن أنه شوه الدولة القطرية العربية. نعم. أو مشروع الدولة إذا بدك. أنا دائما بحكي أنه الدولة العربية كانت في طور النمو. نعم. والتكوين. ولكن ما جرى من 10 سنوات تقريبا. نعم. أو 12 سنة عمل انحراف لمسار هاي الدول، وأتى على كثير من الإنجازات. وأتى يعني أطول من احتلال العراق؟ ممكن. نعم. نعم. أول يعني أنا بعتقد أنه أهم مشروع كان للدولة العربية كان في العراق. أو ربما من عام 91 بعد اختلاق فخ الكويت العراق. بالضبط. نعم. بالضبط. بدأنا مع يعني بدأنا بهذا الانحدار مع فعلا مع ضربة 91 بالعراق وتدمير وتفكيك الدولة العراقية، اللي بعتقد أنها كانت أهم مشروع لدولة عربية. نعم. متكامل من كل النواحي طبعا، النواحي السياسية الحضارية، النواحي
حتى نعم. يعني إذا بدي أقارن مثلا بدي شوية الضربة اللي واجهتها مثلا العراق لإسرائيل مختلف مثلا عن الضربة اللي واجهتها إيران مثلا لإسرائيل. نعم ضربة العراقية ضربة تقصد المفاعل النووي عام 81؟ لا بعد أنه الصواريخ اللي أطلقت من العراق على الكيان الإسرائيلي القصد أنه ضربة العراق ضربة العراق أنا أعتقد أنها تتحدث عن لا مش ضرب المتموز بال 81 لا لا مختلف طبعا مؤكد بعام 91 الصواريخ 39 صاروخ أطلقت نعم وكانت موجعة وأحدثت تدمير وأحدثت قتل وأحدثت ترويع لأنه كانت حقيقية وجدا وكانت المعركة حقيقية لأن أعتقد انه لا يوجد هناك المعركه اللي حدثت ضد العراق في 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 احداث الكويت هو كان مشروع صهيوني احسنت لكن للاسف احسنت ولذلك اقول بانه جرى تدمير مشروع الدوله العربيه باسقاط العراق واخراجه من بالضبط خريطه الدوله نعم. العربيه والمؤلم انه بعض الدول التي كانت تدعي المقاومه والممانعه شاركت في هذا التحالف عام 91 هذا حافظ اسد للاسف هذا للاسف شديد يعني يقول احنا شاركنا رمزيا فقط لا لا على العكس شاركوا ماديا يعني في هذا الشان لديك بحث تحديات عوده اللاجئين السوريين الى بلادهم نعم. يعني هنا السؤال هل عجز المجتمع الدولي في معالجه تلك التحديات أم أنه لم يكن جادا في معالجته؟ والله شوف يعني هذا الأمر له أكثر من بعد نعم. البعد المتعلق باللاجئين أنفسهم يعني جرى استطلاع للاجئين أنه نعم. مين اللي بده يرجع على سوريا لأنه قبل سنة تقريبا الحكومة السورية صار في تفاهمات نعم. مع المفوضية أنه لا بأس المجال مفتوح للعودة نعم. لكن اللاجئون أنفسهم المستطلعون نعم. يخشون بأنه يكونوا مطلوبين أمنياً نعم. للدولة السورية ما الضمانات التي النظام اللي نظام باقي لم يسقط ما الضمانات ولذلك والنفس الإجرامي لدي نعم. ولذلك أنا عملت إحصائيات يعني نعم. ومقابلات شفوية كويشنير استبيان نعم. على عينات من الموجودين في إربد على الأقل أنه شو المخاوف إذا بدك ترجع على سوريا بقول لك أنا ما عندي ضمانات أنه نعم. يتم اعتقالي يتم تصفيتي نعم. يتم تضييق علي هذا نعم. هاي المخاوف الأمنية نعم. هلا في مخاوف اقتصادية لها علاقة بأنه أنا إذا بدي أرجع هناك مش حلاقي شغل نعم. مصلحتي راحت بيتي راح أهلي راحوا فعلاً. تهجر إلى آخره إلى آخره إلى آخره في أكثر من عوائق هلا المجتمع الدولي أنا برأيي نعم. من مصلحته بعيد الكرار نعم. إنه يفرغ الدولة العربية أو مشروع الدولة العربية نعم. من من أيه. من من خلينا نحكي نقاط القوة نعم. فيها مكونها الأساسي من الكعب الأخير نعم. هذا تبعها ولذلك بيشتغل على فكرة نعم. يعني كيف بيعمل بفلسطين بيفرغ من السكان فرغ. العرب نعم. كيف عمل بالعراق وهجر سبل العيش خارج حتى يستقر ولا أعانهم وفتح لهم السفارات والهجرات والآخرة شكرا لك شكرا البحث الأكاديمي الأردني الدكتور رياض ياسين على هذا الحديث الواسع والمليء بمساحة المعرفة والوجع أيضا العربي شكرا لك شكرا لكم بارك الله فيكم شكرا لك العافية شكرا لك أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم.